في أولا أبرز ما يمكن أن ترصديه أنت بعد ختام هذه الجلسة، جلسة محاكاة القمة العربية الإفريقية؟ نعم فوزي، أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين. يعني بالتأكيد بعد ختام هذه الجلسة هناك العديد من المحاور والقضايا اللي كان تم عرضها، وربما يعني أبرز ما يتم تأكيد عليه هو مشاركة الشباب في هذه الأمور، تقديمهم وطرحهم للعديد من الرؤى والحلول. لكن اسمح لي فوزي أن كان هناك العديد من الجلسات أيضا اليوم، يعني كان هناك جلسة ريادة الأعمال والمؤسسات النشاء والاقتصادات النامية. بيسعدنا أن ينضم إلينا الآن في هذا الحوار دكتور أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينية من واشنطن. اهلا بحضرتك يا دكتور معانا عشان الاخبار. اهلا يا هنا. اهلا دكتور. بدايه هناك العديد من الامور وربما كان لحضرتك مشاركه داخل الجلسه، جلسه رياده الاعمال الحقيقه، ويعني ابتكارات كثيره وتقدم كبير بيشهده هذا القطاع. نتعرف على ابرز ملامح هذه المشاركه. عندك حق فعلا، هي دي كانت جلسه بتتناول الابتكار والافكار الناشئه بوجه عام، وطبعا جزء لا يتجزا من الابتكار هو الابتكار العلمي والبحث العلمي. انا الحقيقه اتكلمت في الشق اللي له علاقه بتخصصي في الولايات المتحده، وهو مجال الابحاث الطبيه والدوائيه، وازاي انه الابتكار في هذا الملف بالذات ممكن يكون قاطره للنمو الاقتصادي في مصر، واحنا ما فيش كلام عندنا كل المعايير والعوامل اللي تؤهلنا لهذا الانطلاق. عدم وجود هذه العوامل، يعني إدراك المشكلة ده في حد ذاته هو بداية للحل، زي ما بنقول من الطرق أو من الأساليب العلمية لحل أي مشكلة هو أنك تدرك أن عندك مشكلة. إذن ما الأطروحات اللي تم تقديمها لتجاوز هذا الأمر بعد تحديد المشكلة وأبعدها؟ ده سؤال مهم جدا الحقيقة. أنا حاولت في الجزء اللي أنا اتكلمت فيه إن أنا أشرح إيه هي نقاط القوة ونقاط الضعف. مفيش كلام من نقاط القوة في مصر على سبيل المثال إنه في مجال الصناعات البيوتكنولوجية والابتكارات الدوائية بوجه عام، السلك الأكاديمي المصري فيه ما لا يقل عن 25 ل 35 ألف خريج سنوياً من كليات الطب البشري والصيدلة والعلوم، اللي بيمثلوا رأس مال بشري لا يستهان به كمغذي لهذا النوع من الابتكارات والصناعات. عندنا في مصر مناطق للتنمية الاقتصادية زي مثلا منطقة خليج غرب السويس الجديدة، اللي ممكن على غرار بعض الدول الأخرى اللي جنبنا في الخليج العربي أو في الشرق الأقصى، اللي بتستغل هذه المناطق إنه يبقى فيها زي ما نقول إيه بايوتك هاب، زي بالظبط سيليكون فالي، مركز للتكنولوجيا الحيوية يعني. بالظبط كده، زي سيليكون فالي في مجال تكنولوجيا المعلومات في كاليفورنيا على سبيل المثال. بالظبط، وادي سيليكون. ان احنا نبتدي ناتراكت ونجتذب المراكز البحوث والتطوير في شركات الدواء العالميه، يجوا يشتغلوا على مركبات دوائيه جديده وبايوتكنولوجيه جديده، خصوصا فيما يتعلق بالعلاج الجيني وعلاج الخلايا الجذعيه، ودي استثمارات بتبقى بمليارات. دكتور حضرتك بتتكلم في امر مهم جدا، هل مصر مؤهله لانشاء مركز هكذا، سيما وان بنتكلم عن طفره تكنولوجيه واحنا لسه ما زلنا في مرحله بندور على النوها وفي كثير من الصناعات الدوائيه؟ لا شوفي، هو مصر مش شرط انها تنشئ حاجه المراكز دي يعني، ولكن انت حضرتك بتكتسبي من خلال الهاب اللي هتعمليه ده هذه المراكز، مراكز البحوث والتطوير التابعه لشركات الدواء العالميه اللي بيبقى عندها ميزانيات بمليارات للصرف على هذا النوع من الار ان دي او الريسيرش اند ديفلوبمنت. وجودها في حد ذاته واحد بيخلق عجله للكولابوريشن والتفاعل والتعاون مع السلك الاكاديمي المصري، المركز القومي للبحوث، مدينه برج العرب للابحاث الطبيه والدوائيه، الجامعات المصريه حتى. وانا بأتشرف الحقيقه وده شيء بعلنه هو على الهواء، ان انا في بيني وبين اداره الخدمات الطبيه ومركز البحوث الطبيه في الجيش تعاون فني في هذا المجال. والحقيقه انا منبهر بقد كده انه القوات المسلحه المصريه مهتمه كمان بمجال البحث العلمي والطبي بوجه خاص. ووجود ده امر استراتيجي طبعا، وجود هذه المراكز في مناطق زي خليج السويس والى اخره بيأتراكت وبيجتذب كل الجهات ديت ويخلق عجله متكامله للبحث العلمي والدوائي. وبعدين زي ما بقول لحضرتك عندك راس مال بشري موجود. هل في حاجات ناقصه؟ طبعا في حاجات ناقصه، امور استثماريه معينه، اقتصاديه معينه، مش تخصصي، ولكن مفهوم طبعا انه بيبقى في راس مال مخاطر لازم يبقى موجود. انما
الخطوه في حد ذاتها ان يبقى عندك توجه في مجال زي ده صديق للبيئه عالي التقنيه، هيشغل خريجين متخصصين عندك، وعندك شعب 100 مليون نسمه في امراض، في لابد ان يكون عندك الملكيه الفكريه للادويه اللي بتعالج هذه الامراض. بالظبط، اللي كنا بنتكلم عنه كمان النوها وبتاع هذه الادويه، وده امر مهم جدا بالنسبه لنا، والمهم ان احنا نبدا، ويعني مجهود مشكور جدا، وفخورين ان في مصريين بيفكروا في هذا الامر زي حضرتك. شكرا جزيلا. تحت امرك يا فندم، تحت امرك. اشكرك دكتور اشرف الفقي، استشاري الابحاث الاكلينيكيه من واشنطن. شكرا جزيلا لك. كتر خير. شكرا. وزي ما احنا مشاهدينا الكرام اتكلمنا عن العلم وعن جلسة العلم، هنتكلم عن الفن، جلسة في الفن. العرب اللي موجودين معانا واللي بيشاركوا وبيبدعوا في الكثير من المجالات، زميلنا رمضان المطعاني الحقيقة محضر لنا حوار مهم جدا، بس حوار عن الفن. خلونا نتابع هذا الحوار. إليك رمضان.